ده ينفك يقع ذاته، ما في حاجه اسمه تمطر ذاته، السما ذاته خليه ينفك يقع. تعال انا هيا هيا يا ابن الكلب يا وسخ، انف لانه المحل داك احمر نار احمر لهيب زي جبال النوبه، بس تخش في الجبل زي ده ثاني ما بتمرق. جنجويد قال يا زول هو كلام فارغ ساكت يا زول، والله لو نخلي الدعم السريع معنا ما خمسه مرات غزف صواريخ زي المطر، لكن الناس دي بس شفتها بلبدوا زي ده، بس بعد صواريخهم ده يدقوا يدقوا بس نم نم باكلهم فوق عافين جبل مون يا زول زي جبال النوبه شغل وسخ هناك، وناس دي لك بقطوا باكلوا باكلوا الزول حي. فقال لي اطمئن خالص عملنا فيهم كبير تمام. هناك الاطراف بتاعت مستري، ناس حبيله، ناس بيضه، ناس اراره، ناس كرينيك، ناس كرينيك الخضوه وقام ضربوها بواسطه الجيش. عندك هناك اديكون والجنينه جوا المحلات دي، الناس برضو لازم شنو تضرب ضربه من حديد المحل ده، لازم تلقنوا الدرس للجنجبيد هنا بالمحل ده. انا هناك المحلات ده انا اطمنكم يعني هسه ذاته خلاص الجنجبيد ما قاعد يتكلم في جبل مون، قفل الموضوع. وانا اتحدى من بريد الدعم السريع الان يا اخي، طز في الدعم السريع وطز في هيمتي وفك فيكم كت، وانتوا لو رجال حتى امشي جبل مون. كلام لوك 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 كثير، ما كتابه صحيح بوحيه كتبه قال في مش نفس الطشه ولا ده غيامه جاي من فوق تمطر، قال بدون ما لا ما مطرت، لا مطرتكم دي ما لا ما مطرت بدون براك، يعني احنا البراك لا ما تمطر لا ما تجوا. قالوا اثنين بس يا احمد موضوع ده اطلع منه، قتلونا اللي استلموا درشنا نقود في محلنا موضوع انتهى، لما نشوف الزريبه الكبيره دي زي يعملوا شنو. اما ناس عبد العزيز هيلو داك حمدت له وكحلته بشطه زي ده، والبرهان كحلته بدكوه، قلت له امشي جبال النوبه وامشي. ماتوا كميه بتاع الدعم السريع واخوان حمدت ذاته ماتوا ضربه شفتها ضربه من حديد بتاع جبال النوبه ده، هذول ما بيتكلموا البجي ده بس نعم البجي نعم لقوك زول صحتك كويسه بقطوا قرانك وبتاع الكوارع دي. طبعا انا مرتين وباوي التحيه للنوبه، فاهم حاجه الكوارع، كوارع دي بدو سوق طوالي وقتي وقتي بغير وجبه. انجويت هناك يا زول ككا ابو في هناك هبو المدين بالغروب الوهميه المزيفه، قالوا لا لا والله نحن ذاته هناك جبال النوبه، قال ما داري انه وواحد تلقى حبوبته نوباويه وحبوبه حبوبته نوباويه، قال هو عربي قاعد هناك زي عيسى مدريدي ونوباوي، طبعا عيسى مدريدي ودينكاوي دينكاونكو المصيريه عجايره دينكاونكو اصلا يعني دينكا يعني تحيه للدينكا يعني، بس انا داري اخطك في قالبك على اصلي يعني يا مدريدي عرفت كلامي؟ فبجي بشدغ لك بالعروبة الوحمية المزيفة بقول لك انا عربي، قال والله دي النوبة، قال انا ما دايرهم يا حبوب انت نوباوي ترفض النوبة كيف يعني؟ طب اجيب في مخك ولا شنو؟ فمحل ذاك كك محل ذاك مر. بعدين الـ 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 الناس اللي ما بيعرفوا الجلد والأضم بتاع البهيمة، انا ما قصدي لك الزول لكن بضرب المثل بس، ده حتى في الاتحاد الاوروبي المفروض تاكله لانه عنده كولاجين، كولاجين ده بيحفز للجلد ده يعني البنات ما من المفترض ذاته يمسحوا اسمه منو يا اخي الله يدينا اسمه كريمات، اكلوا بس كوارع بس كوارع ده شفتها الجسم الجلد ده بيكون مشدود، تلقى عجوز جلدك ده مشدود بس كوارع بس. لاحظتوا اخواننا النوبه كيف صحتهم كويسه وبتاع وجسمهم ملوس وبتاع، تلقى زول كبير لكن شفت تلقاه شنو مكرب جاهز. ها والله الجنجبيت هناك بياكلوه كوارع، الموضوع ده المفروض اتحدى الجنجويد واتحدى هيمتي واتحدى اي ابو اي جنجويد، امشي جبال النوبه هناك لو ابوك راجل. دير المنطقتين خضراء، منطقتين خطوط حمراء عديل، لو قلت خط الاحمر جد 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 اراضي مهره جبل مون مستري جبال النوبه، دي ثلاثة مناطق دي محرره، اما جبل المره ما محرره ما محرره ما محرره. الان الان فيه 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 موسى هلال كيف محرر؟ مش ده خصمنا؟ ما هو محرر طبعا صح؟ محرر من الحكومة وموسى هلال اختلف من الحكومة وقام مع الحكومة وقتلنا نحن وهو جنجويتي وحسي معك في الجبل، كيف محرر؟ ده تناقض ذاته. قلت لك النفرين دول لو ما ماتوا مني وعبد الواحد ده الأمور ما بتمشي، أنا الباقي الكراوي دول كلهم بيعتبرهم ضنبين ساكت. ما أنا بمسك على الثقل بتاع الإنسان ها؟ ها؟ ثقلوا الجمهور، الجمهور مع الطرفين ديل الجمهور ديل ذاته
وقفوا مع الطرفين دول وبقى أزمة في دارفور، بقوا هما الأزمة. يعني واحد يقول لك الشافعي ده عدو نفسه صح؟ بقوا أعداء بتاعت نفسهم. كويس؟ حسي أخيرا الناس بقت تفهم طبعا. أي دول بينسلخ، أي دول بيطمئن. لا اطمئن مالك ما تخليك قايل. دينك والي يقول قال انا قال انا والله داير اخش مع عسكر زمزم ونتعامل مع الادارات ال بتاع المعسكرات وينزلوا لنا السلاح عشان نعرف السلاح ده ثاني مع منو قال يعني لا ما جوي مع المواطنين. المهم تحياتنا يا جماعه، تسلموا كثير، شكرا لكم وليه قدام. الصوت كيف يا جماعه؟ طمينا ساعه ونص، ساعه ونص ده اكيد بيكون شنو؟ بيكون بعد الصوت كعب. نحن نطالب إدارة المعسكرات. دقيقة دقيقة، تطالب إدارة المعسكرات طبعا صح؟ أوكي تمام حلو. المعسكرات بالتعاون، فنحن نطالب إدارة المعسكرات. نعم. إدارة المعسكرات بالتعاون مع الحكومة، مع اللجنة الأمنية بتاعت الولاية، عشان نحن نطلع كل الناس المسلحين من المعسكرات دي، سواء كان في معسكر زمزم، في معسكر أبوجا، في معسكر نفاشة، إنه النازل كلهم يطلعوا من المعسكرات دي، والمعسكرات دي مناطق فقط تابعة للنازحين وما عندها أي علاقة بالسلاح، عشان ده يساعدنا في إننا نقدر نحدد القوة اللي عنده سلاح دي منه، ونقدر برضو زول كان طلع قال ديل اهلي انا داير ادافع عنهم، رجع بقى ضدهم، وقف مع الجنجويتي قال لك لا الجنجويت طبعا ما عندهم سلاح، لا لازم يخشوا المعسكرات، كان في سلاح بندقيه واحده تحمي بيها نفسك يقلوها منك، وبعد ذاك للجنجويتي يقول له خشوا واقتلوا الناس ديل انفسهم، فياخذ حساباته ويحطه في جيبه. تقول له يا اخي ديل ابن ادمين يا روح امك انت. حسي عليك دينك يا جماعه، ما انا قلت لك المسيريه سيريا عجايرة ديل هم دينكا ونوبا، تحية للنوبا والدينكا، فما في زول في نوبا ويجي ينط في رقبتي يقول أحمد ده قال نبس النوبا، قال للناس دي النوبا، أنا مرتي نوباوية وموضوع مفروغ منه وأنا بلاك وبلاك بيبول، لكن يا هدى أحمد الضي ده أحمد الضي، أحمد الضي بشارة يا هدى وحسي هو قال عربي، فما أعرف أنا في أفريقيا الأفريقي منو يا جماعة، ده أحمد الضي، فأحمد الضي بيقول هو ناي عربي، فانا احمد الضي لو ما طلع مثلا افريقي منو بكون في افريقيا ثاني افريقي يعني؟ يعني انتوا قادرين تفهموا الكلام ده كله يعني؟ مثلا يعني انت قادر تفهم يعني؟ قادر تفهم كلامي ده كله؟ اذا كان اصلا احمد الضي وانا اللي قدامكم ده ما طلعنا افارقه، منو ثاني في افريقيا بقول انا افريقي؟ منو؟ احمد الضي الليله مدعي بالعروبه الوهميه المزيفه بقول انا قال انا اسمه ناي انا عربي، لا ما سؤال يعني، انا بسال ايام قنفوت لاف يعني. مثلا احمد الضيدة المعرض بتاع الجنجويد الكلب الجنجويد اذا هو ما طلع مثلا افريقي، منو ثاني بكون هو افريقي في 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 افريقيا يعني؟ عليك الله دي ما شفره بتاعت اوروبا وهميه مزيفه يا جماعه، لا عليكم كده يا رجل، بالله عليكم كده يا اخي، الله لا جاب باقيك ذاته يا اخي، يا اخي الله يطلع روحك يا اخي. نكرر المكالمة الصوتية بتاع الزول ده ونكتفي على كده. كسلة لكن انت كله خطير، انت قربت العرب لان بشد الجراف في الجمال خلاص علقته من شدة انت منعول وجدك عبد الله ابن سلول منافق خلاص، عشان داير تعلق في العرب وهم عندهم الجراف وتفتش جراف العرب، فهمنا كله فهمنا شغلت زي العرب لانه هم يعني اسيادك، اي شغل بيسوي هم لان انجد منك وصللين منك وعارفين قبل الاسلام، هم عارفين التاريخ وعارفين الخطوط، اي زول بخطط هم بعرفوا، وعرفناك فهمنا كل العالم فهمتك عشان لان ده تعليق، والعرب عندهم جراف وتدور عشان لان يفتشوا ما نجيب لكم الصورة والكلام. وجدك عبد الله ابن سلول منافق خلاص، عشان داير تعلق في العرب وهم عندهم الجراف وتفتش جراف العرب، فهمنا كله فهمنا شغلت زي العرب لانه هم
يعني أسيادك أي شغل بيسويهم، لأن أنجد منك وصللين منك وعارفين قبل الإسلام، هم عارفين التاريخ وعارفين الخطوط، أي زول بخطط هم بعرفه، وعرفناك فهمناك كل العالم فهمتك، عشان لأن ده تعليق والعرب عندهم جراف وتدور، عشان لأن طيب دقيقة، في واحد جاب هنا ده يفتشوا مواعين. طيب دقيقة، واحد بيتصل عليه. عرب ده عرفه يعني، سودانيين كادين كل الناس عرفه، كل ما تخطط مفهوم، كل ما تخطط مفهوم. هو الإنسان ابن الأصل مثلك أنت، حماز مشاء بنميم، مناء للخير معتد أثيم، قلت لهم بعد ذلك زنيم، أكيد ابن زنا، أكيد ابن زنا، أكيد فرخ، لأن تخطيط الفروخ وابن الزنا، لأنه مفهوم. من تزيك التخطيط دي إبليس كان خطط قبلك والناس فهموه، وإنت لأن زي إبليس، لكن إبليس شيء أخير منك، منك وهو أذكى منك، ما بقدر بحكم، لكن إنت تخطيطك معروف. أكلة صح؟ أكلة جنجويتي، أكلة. قال لي يا أخي أنت أكعب من إبليس، لكن إبليس طبعا أخير منك شوية، طبعا إبليس إبليس يعني أفضل منك شوية يعني. فالتخطيط حقك كده يعني، نحن أنت داير تفتش القرو بتاع الجمال ده، وخاتين فيه سلاح جوا، لو ما الكلام حرقه مكان رسول الله مكالمة صوتية، ده الشغل، الشغل الصح ده، شغل زي ده من المفترض ها استخبارات بتاع الحركات المسلحة المفروض يشتغلوا شغل زي ده. نايمين ساكت، ده الشغل اللي بيشتت الجنجويت وبحرك انفشفاشهم بانتشاد والسودان. ها نجيب القرفه بتاع الجمال دير وشارين فيه السلاح ويتم تفتيشهم طوالي، واللايف ده الان، اللايف ده موجود في تشاد، الان اللايف ده موجود في تشاد. حرق وقال لي طبعا نحن ما عارف سيادك، كذاب منافق. قال لي يا اخي انت ابليس اخير منك شويه يعني. يا اخي والله انا اشكرك جدا يا جنجويت، يا اخي والله انا اشكرك، يا اخي اشكرك جدا يعني. انا الشيطان طبعا احسن مني شويه صح يا اخي، مالك بكى صح، ها اكلها صح، ده الشغل الصح اكلها. اشكرك جدا يا اخي، يا قاتل يا جنجويتي. ايوه كده الرساله وصلت، وصلت بكو بيه حبوبات مر في الركوة، ده الجلد الصح. بل 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 الجنجويت. ايوه كده لكن يشكروا، ها قال عبد الرحيم يجيب جنب مني وقال يضحكوا وكككك انقلاب انقلاب. انا ما عبد الرحيم كمان يا ها ها، عبد الرحيم هسه بضحك معايا، انا ما ضده، ده صح، ده الثوره الجد جد الله خلقه كده. جنجويد لازم، جنجويد ضحك مع اكثر مرات، جنجويد ضحك مع خميس كدش معناته نافع، كيف نافع افهموا يا ناس الجنينه نافع كيف. هسه يا رجل هسه جنجويد ده همتي بتكلم معايا، انا بتكلم ها. تحياتنا يا شباب، تسلموا قدير، شكرا لكم، لقدام هذا نستقبل واحد هنا. الو ابابك انا في اللايف. اخدتك في اللايف، اوكي تمام، تحياتنا. طيب